صار للعرب مجلة بتصدر من روما إيطاليا، صاحب هالفكرة الإعلامي نعمان طرشا، واسمها مجلة أرابيسك الثقافية والفنية بامتياز. رح نتعرف على أهداف انطلاقتها من أوروبا ولأي جمهور تتوجه. كل هالتفاصيل رح نستوضحها مع الإعلامي نعمان بهاللقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ نعمان. تحياتي تحياتي لكم. كيف روما من عندك؟ روما بتجنن كثير الحمد حلوة. لله. كيف انطلقت هالفكرة أستاذ نعمان، ولمين عم تتوجه المجلة يعني لحتى تكون عم تنطلق وتصدر بروما؟ هو اسم المجلة أرابيسك، مع أنه في رمز للفن المعماري والفن الأرابيسك المعروف، بس هو مرتبط كمان بالاسم، مرتبط بشيء تاني اللي هو أراب وإسك، يعني الاسم مركب. فاليوم الحديث عن العالم العربي والشرق الأوسط نعم صعب كتير، لأني في صورة مشوهة، ربما في صورة سطحية، يعني أسبابها معروفة، أسبابها كتيرة، في نعم منا أسباب متعلقة بالغرب، وفي منا كمان متعلقة فينا نحن أبناء الشرق الأوسط. نعم فأرابيسك الفكرة بديت من خلال فقرة قدمتها قبل سنوات على القناة الإيطالية الأولى، كانت بتحكي عن أساطير الغناء العربي. فخلال هالفترة قدمت مجموعة من المطربين والفنانين العرب من كل الدول تقريبا، واستغربت انه كان في ردة فعل كثير ايجابية على الموضوع من ناحية، ومن ناحية ثانية كان في حاجة لمعرفة اكثر. كانوا الايطاليين عم بيطلبوا مني انه يتعرفوا اكثر على حضارتنا وعلى ثقافتنا وعلى فنوننا. هذا السبب الرئيسي. نعم. شاركك شي حدا من إيطاليا، يعني هو من روما إيطالي؟ طبعا المشروع بداية الفكرة من عندي، لكن تم تنفيذه بالتعاون مع صديقي وزميلي صحفي من جزيرة سردينيا، مقيم في إيطاليا، هو سيباستيانو دي بيرو، وعنده خبرة طبعا في مجال الإعلام الفني. نعم. انتو اصدرتوا اول عدد بعتقد، راح نشوف صور، بس اكثر من عدد كمان لانه شفت كذا كفر بالصورة. بس اللي مزبوط. بدي اسألك اياه، شفت مكتوب بالعربي وبالتلياني، يعني اللغتين موجودين على الكفر، جوا المواضيع بأي لغة؟ المجلة هي إيطالية لأنه بتتوجه مباشرة للإيطاليان. نعم. في مجموعة كبيرة من الإيطاليان مهتموا بالشرق الأوسط وبحضارتنا وبثقافتنا، وعندهم شوق ليتعرفوا علينا أكثر. نعم. المجلة كلها باللغة الإيطالية، هاي من ناحية. من ناحية ثانية كمان بتتوجه لناس ما عندهم فكرة إنه نحن في عنا إنتاج فني وفي عنا إنتاج ثقافي، وطبعا هذا لنقص في معرفتهم، وكمان نقص من عنا، لأنه نحن لازم نخاطب التانيين، نخاطب الآخر بلغته وبالأشياء اللي بفهمها. فالفن والموسيقى هي لغة بتتخطى الحدود، فلذلك اخترت أنا إنه يكون توجه المجلة أكثر فني وثقافي. نعم. يعني عندك مندوبين بالدول العربية، خصوصا بين لبنان وسوريا. سوريا بلد اللي حضرتك كمان ولدت فيه وانشأت فيها. عندك مندوبين ليزودوك بالمعطيات؟ مجال الأخبار الفنية منتشرة بشكل كبير، وسائل التواصل الاجتماعي سهلت كتير وصول الأخبار. طبعا. اللي نحن عم نعمله، عم نحاول نقدم كل أسبوع مجموعة من الأخبار المهمة من كل الدول العربية تقريبا، حتى تغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج. طبعا نعرف فيها الجمهور الإيطالي على الشيء اللي عم بيصير، على الحراك الفني اللي عم بيصير بهدول الدول. نعم. يعني معقول مع الوقت تصير عم بتاخد مقابلات مثلا من لبنان ودبي ومع فنانين ونجوم
وبعتقد بهمهم الموضوع يطلعوا بمقابلات وينقروا بالتلياني للجمهور الإيطالي. طبعا عندنا مشكلة بداية انه عندنا كثير اشياء حلوة بس ما بنعرف نحكي عنها، واليوم بعلمونا بالاعلام ان ما في حدا بيحكي عنك اذا ما حكيت عنك عن حالك انت. صحيح. فانا اليوم هذا هدفي انه نفتح مساحة للفنانين والمثقفين والمبدعين في الشرق الاوسط حتى يتعرفوا عليهم الشعب الإيطالي والرأي العام الإيطالي. نعم. طبعا نتمنى أنه نوصل لمرحلة، نحن لسه في البداية، لكن شوي شوي ممكن نفتح المجال أنه نتواصل مباشرة مع الفنانين والمبدعين ونفتح لهم مجال أنه نعمل معهم مقابلات. لأن الأسئلة براسي عم تتزاحم، إن شاء الله ما أنسى منهم. أول شيء، كيف عم تقدروا تأمنوا الطبع؟ يعني بيكلف كتير مجلة ملونة، وهل عم تصدروا أعداد كبيرة أو عم تعملوا تجربة لتشوفوا قديه في جمهور ممكن يشتري من المولات أو من المكاتب؟ هيدي دو آن. نعم، ودو دو. مبدئيا بس لما المجلة هي الإلكترونية بس حصرا. إذا قطعتك، بس لما أنسى السؤال الثاني، هل رح يقتصر تغطيتكم للأخبار الفنية كغناء، أم كمان ممثلين، نحاتين، أدباء، كتاب، شعراء؟ تفضل. تماما. بداية حابب أوضح إنه المجلة الإلكترونية حصرا، نعم، بعد يعني ما رح نصدر انطبعت بس يعني. نعم. بعد ما انطبعت، رح تصدر بس بشكل إلكتروني. طبعا اليوم الإعلام الإلكتروني موجود ومنتشر وفي كم هائل من المعلومات. صحيح. طبعا هو وسيلة مثل أي وسيلة تانية، المهم إنه واحد يعرف يستعملها صح. يعني اليوم في على الويب والإنترنت عدد كم هائل من المساحات والمنصات وهيك. الفكرة أنه نقدم شيء مختلف، فالاختلاف بهالمرحلة هو اللغة، لأنه الجمهور اللي عم يتوجه له هو رأي عام مختلف، ممكن ما بيعرف أشياء، ما بيعرف أنه نحن عنا هالقد من الفنانين، ما بيعرف أنه عنا هالقد من الممثلين. فردة الفعل الإيجابية مبدئياً كانت كثير حلوة. ردة فعل تانية مهمة حابب أوضحها، في كثير مثلا أنا خلال الفترة اللي بدينا فيها وصلني رسائل من إيطاليين من أصل عربي، للأسف ما بيعرفوا يقروا عربي، فكانت الفكرة كثير حلوة إنه المجلة اليوم بتمثل له نقطة مركزية في الفن والثقافة والأدب اللي هم بيحاجوا يتعرفوا عليها من لبلادهم الأصلية، لكن بسبب اللغة ممكن عندهم صعوبة إنه يوصلوا لهالمعلومات. نعم، فأرابيسك قدرت تجاوبون على هاي يعني الحاجة. بفهم منك انه ارابيسك هي الوسيطة كمان ما بين العالم العربي والشرق الاوسط والشباب اللي اصولهم مثلا عربية او شرق اوسطية وولدوا بايطاليا، ما عندهم فكرة ولا اطلعوا بعد على ثقافتهم الاصلية، يعني مطرح ما اهلهم ولدوا وتربوا وعاشوا. تماما. طبعا المجلة رح تكون شاملة، يعني نحن هدفنا انه نوصل كل شيء بيتعلق بالحراك الفني، من كان من ادب، من كان من ثقافة، مسرح، سينما. طبعا شوي شوي ممكن بدنا نشتغل على الموضوع لانه المشروع كبير، صحيح. فان شاء الله نقدر نغطي كل الاشياء اللي بنقدر نوصل لها. قد ايه هيك مهم الاعلام الفني والثقافي بحوار الحضارات لنتعرف على بعض؟ يعني نحن ما بنعرف كثير عن الممثلين الايطاليه والفنانين الايطاليه، وبننبسط كثير يعني طلابنا الشباب هون بلبنان فرضا بيطلعوا عميلان لحتى يدرسوا فن الحضارات والهندسة طبعا المعمارية وتاريخها الحضارات القديمة، كيف تعمرت هالقصور الرائعة بروما وميلان والمناطق الكبيرة.
يعني وقديش مهم انتو كمان تعرفونا لقلنا اذا اطلعنا على هالمجلة، بس ما انه عم تكتبوها بالتلياني ما رح نستفيد. يعني انا بظن طبعا انه لازم معك تكتبوا حق. فيها مقالات عربي تعرفونا فيهم عن الاشخاص المشهورين عندكم، ولقلهم تكتبوا لهم بالتلياني عن الاشخاص المشهورين عنا. هيدي فكرة بس. بالضبط بالضبط، كثير كثير حلوه الفكره. هدفنا طبعا نكون هالجسر بين الطرفين. خلينا نكون واضحين، ما في حوار من دون معرفه. صح، يعني انا اليوم ممكن يكون جاري قريب مني بس ما بعرف شيء عنه، ما فيني لأنك اتحاور معه ما اذا ما بتحكي بعرف مين معه، هو ومن ما وين. بتتواصل معه. صح، بالضبط بالضبط، اللغه هي النقطه الاساسيه، لكن في كثير اشياء هي مثلا الفن هو تعبير الاسمى من الحضارات والثقافات. نعم. من ناحيه ثانيه، في مشكله عند الغرب اللي هي المركزيه الاثنيه بسموها. يعني بمعنى اخر، بكلام بسيط، انه الغرب يعتبر انه ثقافته وحضارته ومنتوجاته الفنيه اهم أهم وارقى بكتير. واسمى. نعم. هاي مشكلة عند الغرب. المشكلة الثانية عند الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل خاص، اللي هو إنه في ارتباط بالتاريخ القديم. يعني نحن كل شيء قدمناه من زمان هو مهم، بس واليوم الشيء اللي عم بتقدم ما بنعطيها الأهمية الأكبر. ومن ناحية ثانية، إنه في عنا شوي نظرة استخفاف لأي شيء له علاقة بالفن والثقافة، نعتبره درجة ثانية، نعم. مع انه الفن هو الاسمى بهالمرحله. الفن هو رغم انه هو صناعه، طبعا الثقافه والفن هن صناعه بحد ذاتها، في كثير ناس بيعيشوا من صحيح، هدول الاشياء. بعيشوا من هيدي المهن. فاول ما بدينا كانوا بيقولوا لي انه هلا ما لنا وقته، يعني في ناس بحاجه لاشياء ثانيه، انه الناس عم بتدور على قيمه الخبزه. فتذكرت كلمة الإنجيل: ليس بالخبز وحده يحيى يحيى الإنسان. الإنسان. فالفن والثقافة هي بتسمي بالروح. فأي حوار لازم يكون يعتمد على هالأشياء حتى نقدر نتحاور بين أرواحنا أستاذ نعمان، وبسمو وبلقيه. نعم، أنا شايف لك مقابلات على قنوات إيطالية، لأن حضرتك اشتغلت مندوب كمان يعني شرق أوسطي لقنوات إيطالية صرف، وكانت محور المقابلات إنك تخبر عن نجوم لبنانية مثل السيدة فيروز، سفيرتنا إلى نجوم. بعتقد من هون يمكن ولدت عندك هالفكرة. بالضبط، الفكرة بديت بهاي المرحلة بالذات. طبعا انتظرت لتتبلور أكثر وتصير واضحة الفكرة عندي أكثر، لأقدر أشوف شو الرأي العام الإيطالي بحاجة ليعرف أكثر. اليوم طبعا عم نحاول نتحاور مع القراء، ممكن اللي عم بيتابعونا، لنشوف ساتنا في البداية، لكن ردات الفعل كثير إيجابية. طبعا من ناحيه في استغراب كبير، انه معقول انتم عندكم هالاشياء. يعني في عندنا صوره مرتبطه شوي بانه الشرق الاوسط هو عالم خيالي، الجو هو الف ليله وليله، مع انه اليوم في سندباد عندنا وعلي بابا وهيدي القصص تماما مع انه والموسيقى عندنا اللي بيسمعوها شباب وصبايا بيقدموا فن وبيقدموا ثقافه وبيقدموا حضاره بتملي الدنيا كلها. فعنا للشرقية. نعم. انتاج فني كبير كتير، المهم نعرف نسوق له ونعرف نقدمه بطريقه حلوه. نعم. معقول تفتحوا مثلا مقابلات اونلاين على بالمجلة، بما انها هي اونلاين، يعني بما انها مجلة إلكترونية، يعني فيكم تكونوا عم تعملوا مقابلات مصورة وتعرضوها. طبعا هذا كل هدول المراحل بدها نشتغل عليها شوي شوي. مجموعة الشغل صغيرة، لكن طبعا ونحن مجموعة غير ربحية، يعني ما في حدا بيمولنا بشكل ما مباشر. هذا بدي هلا أسألك عليه، سؤالي التالي كان إنه شو عم تستفيدوا؟ نحن التمويل هو مبدئيا بيعتمد على المساعدات والتبرعات، ممكن وفي مجال لانه يساندونا بشكل مباشر من خلال منصه
الموقع. نعم طبعا هدفنا بعد فترة أنه نقدر نتواصل مع جمعيات أو حتى مؤسسات حكومية ممكن تدعمنا بشكل أكبر. نعم أنا لكن بدي خلافا خلافا لمؤسسات كبيرة موجودة بأوروبا، نحن مجموعة صغيرة عم نشتغل، لكن روحنا وإرادتنا قوية. أنا بدي هنيكم يعني منك أستاذ نعمان طرشة الإعلامي ومن زملائك الإيطالية اللي محمسين لهالفكرة وبحبوا يطلعوا على الحضارة الشرقية والثقافة والفنون الشرقية، شيء رائع جدا اللي عم تعملوه. أنتم جسر تواصل ما بيننا وبين دول أوروبا، يعني أكيد إيطاليا كتير كبيرة وعندها جزر حتى مدن كبيرة فيها، فالعدد رح يكون إن شاء الله إن شاء الله توصلوا لأعداد كبيرة تعرفون على ثقافتنا. بدنا نشكرك على هيدا المجهود، وإن شاء الله لما تتطور كمان كتير مواضيع المجلة الإلكترونية ويتطور فريق العمل يكون لنا لقاء تاني معك لحتى تخبرنا عنه. بتشرف وشكرا على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك، بريك وبنرجع بنواصل مع ضيوفنا.